السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة بتتكلم عن تفسير الرؤية لو حلمتي ان زوجك مات في المنام. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. جاء تفسير رؤية موت الزوج في المنام على النحو التالي: يشير موت الزوج في المنام إلى الحصول على منفعة ورزق واسع في القريب العاجل. قد تدل هذه الرؤية كذلك على الصحة والثقة التي تتمتع بها الرائية بمن حولها. موت الزوج الميت ومقابلته في المنام كأنه حي تدل على حاجته للدعاء. قد يشير هذا الحلم أيضا إلى افتقاد الرائية إلى إحساس أو شيء ما في حياتها الزوجية. ربما كان هذا الحلم مجرد انعكاس لخوف الرائية على زوجها. يدل هذا الحلم على قلق الزوجة خلال علاقتها بزوجها وحدوث فتور في علاقتهم. من رأت في منامها إن زوجها توفى وقد كان مسجونا فإن في ذلك دلالة على فك سجن الزوج والله أعلم. رؤية المتزوجة في منامها موت زوجها تشير إلى العمر الطويل للزوج. ولو رأت أن زوجك مات وكنت بتبكي عليه، حلمت رؤية وفاة الزوج والبكاء عليه، تشير رؤية البكاء بشدة على الزوج المتوفي دون نواح أو لطم إلى السعة الرزق والخير الكثير. أما إذا صاحب البكاء في المنام نواح ولطم فإن في ذلك دلالة على المرور بالأزمات وحدوث نزاعات في الفترة المقبلة. جاء تفسير رؤية موت الزوج وهو حي في المنام على النحو التالي: رؤية موت الزوج في المنام مع أنه حي يرزق في الواقع تشير إلى سفر الزوج وابتعاده عن زوجته. قد تدل هذه الرؤية على الفرصة التي تملكها الرائية لاستعداد ما فاتها ولن تقدر على تحقيقه أو الوصول إليه في السابق. ورؤية في بعض المصادر أن في هذا الرؤية دلالة على انفصال الزوجين أو الطلاق. وجاء تفسير موت الزوج في منام العزباء على النحو التالي: رؤية العزباء في منامها إن زوجها توفى تدل على الخير الكثير الذي ستناله عما قريب. تشير هذه الرؤية في منام العزباء على الزواج من شخص خلوق يسعدها ويحسن عشرتها. أما رؤية العزباء في منامها موت خطيبها فتدل على اقتراب موعد زفافها. أشارت بعد التأويل إلى أن رؤية المخطوبة في منامها إن زوجها المستقبلي توفى تدل على انفصالها عن خطيبها. جاء تفسير أيضا رؤية موت الزوج في منام الحامل: تدل رؤية الحامل في منامها موت زوجها إلى الاهتمام الكبير الذي يوليها الزوج لزوجته وقلة اهتمامه بها. إذا رأت الحامل في منامها إن زوجها مات ودفن فإن في ذلك دلالة على تبدل الأحوال إلى الأفضل والتخلص من الأزمات والاستقرار الحياة. قد تشير هذه الرؤية كذلك إلى توبة الزوج عند المعاصي وعودته إلى الله. أما تفسير رؤية موت الزوج للمطلقة، جاء تفسير رؤية موت الزوج في منام المطلقة تشير رؤية المطلقة في منامها موت زوجها السابق إلى التخلص من المشاكل التي حدثت بينهما بعد الطلاق. تدل هذه الرؤية كذلك على تبدل حال الرأي للأفضل وزوال الهم وذهاب الحزن. ربما دلت هذه الرؤية أيضا حصول الرأي على منفعة وخير كثير وسمعها أخبار سعيدة. أما تفسير رؤية موت الزوج للأرملة، جاء تفسير رؤية موت الزوج في منام الأرملة: رؤية الأرملة موت زوجها المتوفي في المنام دليل على تجاوزها الأزمات والظروف التي عاشتها في منذ وفاة الزوج. تشير هذه الرؤية كذلك إلى الأخبار السعيدة والأحداث السارة. من بين الدلالات التي حملتها هذه الرؤية زواج أحد أبناء الرائية، وتدل أيضا هذه الرؤية إلى رضا الزوج المتوفي عن زوجته إذا رأت في منامه وهو يبتسم لها. أما إذا رأت الأرملة في منامها وفاة زوجها وكانت تبكي وتنوح فقد يدل ذلك على موت أحد أفراد الأسرة والله أعلم. وجاء تفسير موت الزوج وعودته للحياة مرة أخرى. تشير رؤية موت الزوج في المنام ثم عودته للعيش مرة أخرى إذا كان حيا في الواقع إلى مرور ببعض الأزمات والمشاكل التي تعوقه لفترة في تحقيق أهدافه، ولكن هذه الظروف سرعان ما تنقضي. أما إذا كان الزوج ميتا في الواقع فتدل هذه الرؤية على صلاح حال في الآخرة.
أما تفسير رؤية موت الزوج قتيلا في المنام، تدل هذه الرؤية على حصول الزوجة على سلطة أو ولاية أو ما يعادل ذلك. ترمز رؤية موت الزوج قتيلا من قبل شخص معروف على حصول الزوج على منفعة من الشخص الذي قتله في المنام. أما رؤية قتله من شخص مجهول فتدل على وقوع ظلم على الزوج أو تعرضه لبعض المشاكل والأزمات. ما تفسير رؤية زوجي شهيد، رؤية استشهاد الزوج دلالة على استشهاد الزوج في المنام دلالة على قيامه بعدة تضحيات من أجل راحة وسعادة العائلة، وتدل هذه الرؤية على الانتصار على الأعداء. ربما دل هذا الحلم على صلاح دين الرأي. ما رؤية الزوج يتحضر في المنام، جاء تفسير حلمت أن زوجي يتحضر. رؤية الزوج يتحضر في المنام تشير إلى بعد زوج الرائية عن الله. تشير هذه الرؤية كذلك إلى بعد الرجل عن زوجته وإهماله لبيته وأسرته. ودي تكون نهاية حلقتنا النهاردة عن تفسير رؤية وفاة الزوج في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من تفسير الأحلام.